أخوي عمره تقريبا 33 سنة، أمي كانت تزرع له ملوخية، تزرع له فجل، وهو يبيع، يعني كان مصدر إنه دخل لنا. كان ببسط يعني بأي بسطة، مثلا بياخذ له جهة وبيبسط عليها. الوقت إذا إجت الحكومة الشرطة هاي إجوا بسحبوها منه، فمرة من المرات مسكوه وأخذوه. فبحكي لك لازم يفتح محل هو عنا، يعني هو يعني بده يشحد وتداين وتبهدل ويسرق عشان يرضيهم. ما كانش، ما قدرش، يعني قاعد يمكن 2 سنين فيه هو، بس بتلاحق هو وغيره من البيع وبيشتروا. هدول مرة اتهموه باتهام انه تثبت عليه تهمة مثلا مخدرات او انه حشيش، وهو ما بيعملش الحاجات هذه، عشان يضل في السجن. انضرب 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 على اساس انه يعني اعترف في اعترافات ملوش فيها، وقالوا له بنقتلك، بضلك محبوس هنا وبنقتلك، بتموت هنا. يعني هدول ما لهمش ملة بالعربي. فقرر انه يسافر، يعني يسيب البلد. وين قراري هذا؟ راح على والله شاف الموت. يعني هو احنا اول حاجة ما كناش نعرف اي حاجة عنه، اتعرض لمع ناس حرامية، يعني في ناس زي مافيات، شغل مافيات. يعني لقى شباب من غزة كمان كان معاهم، كان معهم شاب هذا انقتل. وحاليا بصراحة بنعرفش اشي كتير. زمان زمان له شهور ما كلمنا، يعني امي دائما بتدعي له، امي دائما بتعيط له انه تسمع اخبار عنه. عن جد يعني مش اخويا، انا بحكي على كل كتير الشباب اللي زيه زي اخويا. يعني اخويا لقيت راح ما نعرفش شي عنه. خلص يعني اللي بيطلع من هنا مستحيل يرجع، يعني اللي زيه بيرجعش.